جدد حياتك وفكرة النهاردة بتطلع من دماغك. انت شايف دماغك ازاي؟ يعني ايه شايف دماغك ازاي؟ اصل الامل او اليأس بيبدأ من الرأس، بيبدأ من الدماغ. يا شباب لو عايز تعيش حياة قوية ناجحة، عايز تجدد حياتك، الموضوع بيبدأ من رأسك. يعني ايه رأسك دي؟ دماغك دي عاملة زي حديقة، زي جنينة، يا اما تزرعها ورد الامل يا اما تملاها مبيدات حشرية اسمها اليأس. عايز تشوف دماغك ازاي؟ صدقني زي ما تزرعها هتكون حياتك. ازرعها ورد الامل، ازرعها ورد بيقول انا هنجح بكرة، انا عندي مشروع كذا، انا عندي حلم كذا. زي ما هتحط في دماغك هتكون حياتك. عرفتوا ليه النبي دايما كان بيتكلمنا عن التفاؤل؟ ليه دايما كان بيتكلمنا عن الامل؟ ليه يجيله واحد اسمه صعب يقول له غير اسمك سميه حسن وهو يبقى مش فاهم ليه بيقول له كده؟ لانها طريقة تفكير. يا شباب الامل بيبدأ من رؤيتك للحياة. من فضلكم شيل كلمة انا مدمر، شيل كلمة ما عادش فيه فايدة، شيل كل الكلام السلبي وحط مكانه كلام ايجابي. املى دماغك ورد الامل وجرب وشوف الفكرة اللي انا بقولها لك. صدقني رؤيتك للحياة هتتغير وانجازك هيتغير، لان حركتك وطاقتك. اللي عنده امل مستعد يبذل مجهود، واليائس اللي دماغه كلها زي ما قلت لكم مبيدات حشرية، يا عيني مسكين مترهل مش عارف يتحرك. جدد حياتك واملى دماغك بورد الامل.